helped and protected its people. They've developed a unique indigenous culture. I hoped. Hi. عيبت أكتر مرة قلتلك أن ريحة السيجارة دي بتخنقني. معلش، ألف سلامة عليك. مالك؟ مفيش، عادي. ليه؟ أنت اتضايقت عشان قلتلك على موضوع السجاير؟ عادي يا ست، تشربيها. لا لا، تمام. إيه ده؟ دي ماما بتتصل. لا استنى بس، ما تردش. ليه؟ انا قلت لها انك انت اللي قلت ننزل نتغدى بره، ده معناه ان انت اللي مش عايز تاكل في البيت، فاهم حاجه؟ قلت لها كده. اه طيب يا ماما. الو. ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ اه يا احمد، انت رجعت خلاص؟ اه رجعت. طب ما تيجي شويه، عايزك في كذا موضوع كده. ماشي، انزل اقعد معاكي شويه. لا مش هينفع انزل اقعد معاكي، يعني عشان انا يعني جاي من الشغل تعبان وعايز ارتاح. معلش يا ماما، خليها بكره. يعني بكره. ماشي حبيبي، تصبح على خير. مع السلامه. شكلها زالت حبيبتي. وانت ليه مش عايزه انزل اقعد معاها؟ بص يا احمد، مامتك انا فاهماها كويس قوي، هي عايزاك تفضل على طول تحت طوعها كانك لسه عيل صغير. هي مش قادره تفهم او تتقبل فكره انك متعلق بيا. انا فاهماها كويس، دي حاجه لازم اكسرها. هي لازم تفهم ان ليك بيت وليك زوجه، ما ينفعش تفضل كده اب ريكويست طول الوقت. امال لما نخلف الوضع هيبقى عامل ازاي؟ صحيح، ما نخلف الوضع هيبقى عامل ازاي؟ ما تيجي نخلف، ايه رايك؟ هنخلف هنا ولا جوه؟ نخلف هنا. هي اللي مسخناها والله، هي. استهدي بالله يا سميحه وبلاش شغل الحماوات ده، العيب مش عليها، حتى لو كان عيب هو المفروض يبقى له موقف. بس هي مش سهله، انا عارفه. انا بقول لك هي مش سهله خالص، انا مش هسكت. انت هتعمل ايه؟ هكلمها. ايوه يا ست منال، كل الموضوع واللخبطه اللي احنا فيها دي انت السبب فيها. ليله ايه يا طنط؟ ده عيب الكلام ده. عيب؟ انت بتعلميني الادب؟ مش مهم، انت واحده بنت اصول، المفروض لما تشوفي حماتك نفسها تشوف ابنها تشجعيه يروح لها. وانا اعمل ايه يعني؟ وانا مكتفاه في البيت؟ ما هو لو عايز ينزل هينزل. عندك حق، لا الغلط عندك ولا الغلط عند احمد، أنا اللي معرفتش أربي. قفلت السكة في وشها؟ مش هنخلص. سيبي. إيه؟ إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ بتعملي إيه بس؟ إهدي بقى، إهدي. وحياة أمي ما أنا بايتة فيها. طب إهدي بس، ما تكبريش الموضوع. هو لسه هيكبر؟ أنا يتقفل في وشي السكة ليه؟ جاية من الشارع. يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، اهدي وهنتفاهم. مش هتفاهم ومش ههدى يا أحمد، أنا مش هستنى ثانية واحدة في البيت ده طالما مفيش راجل بيحميني. يا حبيبتي ما تهدي بقى، ده احنا كنا لسه هنيا. إيه؟ لسه إيه وزفت إيه؟ أنت همك في ده وبس؟ ده إيه القرف ده؟ طب اهدي 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 بالراحة. طب شوفي أنت عايزة إيه يريحك وأنا هعمله لك. إيه يريحك؟ هقول لك عليه. ريحي. ايه؟ ماشي. حبيبتي بانو، اكيد انت عم تسالي حالك شو سبب هالدعوه. لهيك ما رح طول. انا بقول ان جسور وسهام هيتخانقوا بسبب عادل. اه، ما هي ما بتقش الجسور. يا ريت ما صار هالشيء، انا كثير. يا عم ايه دلوقتي؟ مش يستنى الفاصل. تعرف مين برا الاول؟ مين؟ وطي الصوت.
مين اللي برا؟ انا احمد يا بابا. انا احمد. ايه يا ابني؟ مش سلام على امك عادل؟ انتوا ايه مشكلتكم معايا بالظبط؟ مشكلة ايه يا ابني؟ أنا عايز أفهم يعني إيه تقفلي السكة في وش مراتي؟ ليه؟ ما كانش قصدي، كنت متعصبة، متعصبة منها لأن هي السبب في كل اللي بتعمله ده، صح ولا لأ؟ لأ، الكلام ده مش حقيقي، ده وهم، وهم في دماغك أنت بس، ونتيجته إن علاقتي بايظة بمراتي. ومش مهم علاقتك بأمك تبوظ؟ أنا ما قلتش كده، لكن بقول إنك ما ينفعش تعملي اللي أنت بتعمليه ده، ما ينفعش تقفلي السكة في وشها برضه، إيه القرف ده؟ دي طريقة أتكلم بيها أمك؟ انا بتقول لي ايه القرف ده؟ جريه يا ابني، انت داخل عامل عينك ليه؟ انا بعدني اسبوع ما شفتكش. تعالى تعالى اقعد يلا. انا مش عايز اقعد يا بابا، انا عايز احل مع ماما. ودلوقتي ماما انت هترتاحي لما انا اطلقها واقعد جنبك؟ انت ازاي بتكلمني كده يا ولد؟ ايه قله الادب وقله التربيه دي؟ امال المفروض اتكلم ازاي لما كل يوم والتاني يبقى سبب النكد والقرف هو انت؟ المفروض اتكلم ازاي؟ وانا مش بغلط على فكره، ولازم تفهمي كويس، الموضوع ده مش هيتحل غير لما انت تعتذر لمنال. انا اعتذر لمنال وبتقولها لي بالبساطه دي؟ ايه ده؟ اتربيت فين انت؟ بقول لك يا ماما، انا بقولها لك بكل ادب وذوق واحترام، الموضوع مش هيخلص غير لما تعتذر لمنال وفورا. ومن فضلك كفايه بقى شغل الحموات بتاعك ده، عشان بلدي قوي على فكره. ليه كده ليه؟ يا قليل الادب يا اللي ما تربيتش. اللي انت عملتيه ده، انت ازاي تمد ايدك عليا؟ هو انا صغير؟ ايوه صغير، وهتفضل صغير، واضربك بالكزمة على بقك كمان. ما ينفعش تضربيني. مش كده؟ لا يا بابا، هي شايفاني صغير وهتفضل شايفاني صغير. اقسم بالله العظيم انا لساني ما هيجي على لسانك تاني ولا هكلمك، لانك فعلا هتفضلي شايفاني صغير. وبقول لكم ايه، لو اي حد اي حد اتدخل في حياتي، انا هاخد مراتي وامشي واسيب لكم البيت، ومحدش هيشوف وشي تاني. برا برا برا. أنا مصدق اللي حصل ده. ينفع كده؟ ينفع ابني يخش عليا ويبهدلني كده؟ حقك عليا، حقك عليا. ها؟ عملت إيه؟ عملت إيه؟ صوتك كان مجلجل. أنا بهدلت الدنيا تحت، وضحت كل حاجة والكلام ده مش هيحصل تاني خالص. وهي كمان صوتها كان عالي قوي. ما أمي يعني من حقها تزعق بكلمتين، بس أنا حطيت نقط على الحروف وقلت لها إن ده مش هيحصل تاني أبدا، ومش هيحصل. إنما يعني مش هتعتذر؟ حبيبتي معلش، تجاوزي موضوع الاعتذار ده. خلاص، طالما انت بقى جبت لي حقي، انا ممكن اتغاضى عن كل حاجه. لما كده خلاص علاقتي بيها انتهت. انتهت.